أهلا بحضراتكم في المحاضرة الثالثة من النشاط التجاري والصناعي والمتعلقة بالتكاليف واجبة الخصم. شروط الاعتراف بالتكاليف واجبة الخصم هتلاقوها في الكتاب صفحة 207، وهي: 1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي ولا يتم لمزاولته. 2- أن تكون التكلفة حقيقية مؤكدة وليست احتمالية. 3- أن تكون التكلفة مؤيدة بالمستندات. 4- أن تكون مرتبطة بالسنة الضريبية. بنود التكاليف واجبة الخصم: أول بند عندنا هو العوائد المدينة أو عوائد القروض، هتلاقوها عندكم في صفحة 209. ومعنى عوائد القروض أو العوائد المدينة إن المنشأة الفردية أخذت قرض من أحد الجهات أو أحد الأشخاص وبتدفع عوائد أو فوائد مقابل دوت. المشرع قال إن هي تعتبر من التكاليف واجبة الخصم بأربع شروط. أول حاجة إن العوائد دي تبقى مستخدمة بالفعل في النشاط، عن قروض مستخدمة بالفعل في النشاط. 2- إن ما تكونش العوائد دي مدفوعة لشخص طبيعي غير خاضع للضريبة أو معفي منها. 3- إن ما تزيدش قيمة العوائد دي عن مثلي، يعني ضعف سعر الخصم والائتمان المعلن من البنك المركزي في بداية السنة الميلادية. 4- إن احنا نخصم من العوائد المدينة دي العوائد الدينة المعفاة أو غير الخاضعة للضريبة زي عوائد الودائع بالبنوك اللي احنا اتكلمنا عنها ضمن الإيرادات قبل كده. إجابة مثال 15 على العوائد المدينة صفحة 209. المثال بيقول لي إن المنشأة الفردية حصلت على بعض القروض: 150,000 قرض مقدم من شخص طبيعي معفي بفايدة 10%، 350,000 قروض تانية بفايدة 35%، والشركة أو المنشأة حملت الفوايد بتاعة القروض دي على قائمة الدخل، وسعر الائتمان والخصم اللي موجود في البنك المركزي 17%، وتتضمن الإيرادات 7000 جنيه عوائد ودائع بالبنك. تعالوا نحسب العوائد المدينة اللي المصلحة تعتبرها من التكاليف واجبة الخصم. أول حاجة، المنشأة سجلت عندها العوائد المدينة في قائمة الدخل، فهي مصروف لديها. طب تعالوا نحسب العوائد دي، عبارة عن القرض ب 150,000 في 10% زائد القرض الثاني ب 350,000 ب 35% يديني 137,500. ده اللي المنشأة سجلته عندها إن هو عوائد مدينة للقروض. تعالوا نطبق عليها الشروط بتاعة مصلحة الضرائب. أهو ناقص العوائد المدينة اللي مصلحة الضرائب مش هتوافق عليها ولا تعتبر من التكاليف. أول شرط إن العائد ما يكونش مدفوع لشخص طبيعي معفي أو غير خاضع للضريبة. طب في قروض مدفوعة لشخص طبيعي معفي أو غير خاضع. في قرض ب 150,000 جنيه، شلنا العائد بتاعه أهو 150,000 في 10% ب 15,000 جنيه. نمرة 2، إن ما اديتش فايدة القروض على مثلي سعر الائتمان والخصم. طيب عندنا قروض ب 350,000 جنيه فايدتها 35%. طب سعر الائتمان والخصم 17% في 2 ب 34، في زيادة 1% اهيت. يبقى انا شلت الزيادة اللي هي 1%، 350,000 في 1% 3500، اداني العوائد المدينة المسموح بها ضريبيا عبارة عن 137,500 ناقص 15,000 و 3500، طلع ب 119,000 جنيه. رابع شرط، ان العوائد ديت يتخصم منها العوائد الدينة المعفاة. عندنا فوائد ودائع بالبنوك ب 7000 جنيه، طلعت العوائد اللي تعتبر كتكلفة ب 112,000 جنيه. المنشأة سجلت دلوقتي العوائد ب 137,500. طيب وفقا للمصلحة العوائد المدينة اللي بتعتبر تكلفة واجبة الخصم ب 112,000، في فرق 25,500 بالزيادة عن المنشأة، عاوزين نشيله، هو شرطه سالبة لأن هو من التكاليف فنشيله من خلال الإضافة. تاني بند عندنا من التكاليف واجبة الخصم وهو إهلاك الأصول الثابتة، هنلاقي عندنا في صفحة 210. أولا لازم نلاحظ إن الإهلاك المحاسبي
لا يعتبر تكلفة واجبة في العقد، يعني مصلحة الضرائب لا توافق على الإهلاك المحاسبي اللي موجود بالدفاتر نهائيا، لكن بتحسب ليها إهلاك ضريبي خاص بيها وفقا لمعدلات معينة زي ما هنشوف. وبالتالي فإن الإهلاك المحاسبي اللي في الدفاتر دوت مصلحة الضرايب مش هتوافق عليه، عاوزين نشيله من الدفاتر، هو شرط سالبة فهيتشال بالإضافة. طيب إزاي نحسب الإهلاك الضريبي؟ المشرع قسم لي الأصول إلى مجموعتين، وكل مجموعة تحتوي على بندين. تعالوا نشوف المجموعة الأولى. أول بند فيها هو المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات، هتلاقوا عندكم في صفحة 211 في الكتاب، ودي بتهلك بمعدل 5%، وده معدل ثابت محفوظ من تكلفة الشراء أو الإنشاء أو التطوير أو التجديد أو إعادة البناء. معنى الكلام دوت ناخد شوية ملاحظات. أول حاجة إن معدل الإهلاك ب 5% ده ثابت ومحفوظ. نمرة 2 إن التكلفة اللي هيتاخد منها المعدل ديت بتبقى عبارة عن ثمن الشراء زائد كل المصروفات اللازمة للأصل، نقل ترتيب رسوم جمركية إلى آخره. 3 إن الإهلاك هيحسب بطريقة القسط الثابت. رابع ملاحظة بالنسبة لتكاليف التمويل، يعني أنا لو كنت واخد قرض عشان أجيب الأصل دوت، الفايدة بتاعت القرض دي اللي هي تكلفة التمويل هنعالجها ازاي؟ لو كان الأصل بيحتاج لفترة زمنية عشان يبقى جاهز للاستخدام، فإن الفايدة دي هتضاف على تكلفة الأصل وتهلك معاه. طب لو الأصل كان جاهز للاستخدام، الفايدة دي لا تضاف على تكلفة الأصل وتعتبر من العوائد المدينة اللي خدناها في البند الأول من التكاليف، وتعالج بنفس المعالجة بتاعتها. آخر ملاحظة، الإهلاك هيبقى عبارة عن التكلفة في المعدل اللي هو 5% في المدة بتاعة الأصل اللي أنا احتفظت بيها. طبعا زي ما قلنا أن الإهلاك المحاسبي لا يعتبر من التكاليف واجبة الخصم، وبالتالي يضاف. تعالوا نحسب الإهلاك الضريبي من خلال مثال. نحل مع بعض مثال 5/11 صفحة 211. بيقول إن إحنا عندنا فرد عنده مصنع أنشأه في أول يناير 2009 تكلفته 200,000 جنيه، وفي شهر مارس 2019 الممول عمل مصنع كمان جديد ب 400,000 جنيه، منه 100,000 تكلفة الأرض، وعمل مكتب استقبال ب 60,000 جنيه، وفي أول مايو 2019 جدد المصنع القديم بتكلفة بلغ 70,000 جنيه، منها 10,000 جنيه مصروفات في يوم. طيب تعالوا نحسب التكاليف بتاعتنا الخاصة بين الحاجات ديت علشان نقدر إن احنا نحسب الإهلاك الضريبي. أول حاجة بالنسبة للمصنع القديم اللي ده مفيش مشكلة، التكلفة بتاعته 200,000 في المعدل 5%، المدة سنة كاملة لأن هو من أول السنة لأن دوت قديم، لآخرها فيديني 10,000 جنيه. طيب بالنسبة للمصنع الجديد التكلفة كانت 400,000، منهم 100,000 أراضي والأراضي لا تهلك، يبقى كده هو المصنع الجديد تكلفته 300,000 في 5% في المدة، هو عملناه في أول مارس يعني أول 3/2019، وبالتالي المدة 10 شهور يبقى 10/12 يطلع لي 12,500 جنيه. نفس الكلام بالنسبة لمكتب الاستقبال، تكلفته 60,000 في 5% في 10/12 ب 2,500 جنيه. بالنسبة لتجديد المصنع القديم، هو جدده ب 70,000 جنيه، منهم 10,000 مصروفات صيانة. معقولة هنبقى عاملين لسه المصنع الجديد ومجددين المصنع القديم وندفع له كمان تكلفة صيانة؟ دي بتبقى تكلفة للمستقبل مش دلوقتي، وبالتالي لا تعتبر جزء من التكلفة بتاعة الأصل، عشان كده شلناها. قلنا إهلاك تجديد المصنع القديم هو 70، منهم 10,000 صيانة، شلنا 10,000 بقى 60,000 في 5% في المدة بتاعته من أول مايو يعني من أول 5/8 شهور ب 2,000 جنيه. تاني بند في المجموعة الأولى وهو إهلاك الأصول المعنوية، هتلاقوا عند حضراتكم في صفحة 212، وهي لا تختلف عن البند الأول إلا في معدل الإهلاك، إن هي بتهلك بمعدل 10% من تكلفة الشراء أو التطوير أو التحسين أو التجديد. ناخد مثال على إهلاك الأصول المعنوية.
مثال 5/12 صفحة 213. أحد الأفراد اشترى حقوق اختراع لمنتجين. منتجتين اشتراه ب 24,000 جنيه في 1/3/2018، ومنتج فاض ب 30,000 جنيه في 1/7/2018. قعدوا عنده 2018، وفي 2019 باع الحق بتاع الاختراع بتاع المنتجتين في آخر يونيو ب 25,000 جنيه. تعالوا نحسب الإهلاك وبعد كده نشوف ناتج عملية البيع دوت حقق ربح ولا خسارة، والوضع بتاعه هيمشي ازاي. أول حاجة بالنسبة لعام 2018، أنا عندي حقين اختراع. المنتج فين تكلفته 24,000 في المعدل محفوظ زي ما اتفقنا 10% في المدة من 1/3 يعني 10/12 يطلع لي 2000. بالنسبة للمنتج فاض تكلفته 30,000 في المعدل 10% في المدة، هو جابه في 1/7 يعني 6/12 ب 1500 جنيه. ادي الاهلاك بتاع 2018 ب 3500 جنيه. تاني سنة عام 2019 بالنسبة للمنتج تين، خلوا بالكم ان المنتج تين اتباع في اخر يونيو 2019، يعني قعد معايا من اول السنة الى اخر يونيو يعني 6 شهور، وبالتالي 24,000 في 10% في 6 شهور ب 1200 جنيه. لكن المنتج فاض تكلفته 30,000 في 10% اعلى عندي السنه كلها، لان هو ما اتباعش 3000 جنيه، يطلع لي الاهلاك بتاعي 4200 جنيه عن عام 2019. تعالوا نحدد الربح الرأسمالي الناتج من حقوق من بيع حقوق اختراع المنتج تين. احنا اتفقنا لو جمعنا الارباح الرأسمالية هنلاقي ان المجموعة الاولى كلها بيحسب ليها ربح او خسارة رأسمالية زي ما اتفقنا، اللي هي كانت الاراضي والمباني والاصول المعنوية. هتحسبه ازاي؟ نفس اللي اتفقنا عليه، ثمن البيع ناقص القيمة الدفترية المعتمدة ضريبيا. هو بيعه ب 25,000 ناقص القيمة الدفترية، التكلفة ب 24,000 ناقص الاهلاك بتاعه في السنتين، السنة الأولى اللي هي 2018 كان 2000 جنيه والثانية 1200 جنيه، يطلع لي ناتج دوت إن في أرباح رأسمالية ب 4200 جنيه. دي تعتبر إيراد خاضع للضريبة، ومعنى الكلام ده إن المنشأة لو ما كانتش سجلته فإحنا هيتم تسجيله بالإضافة.